اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا من الاستراحه ونبدا مع بعض الشوط الثاني. عملت المكرونه، عملناها بطريقه سهله وبسيطه. بصوا كله في ايه، في نفس الطاسه، بس بقى اتصلصلت حلو واتسبكت واخدت بتتشرب بقى من كل الخضار. وانا ما سويتش الخضار، انا حطيته معاها ني الفلفل الالوان والطماطم بس شوحت الثوم والبصل عشان انا حابه ان انا احطه فريش. اذا حضراتكم حابين تحطوه مش فريش خلاص، يعني زي ما حضراتكم تحبوا. وعلى فكره لما يجي الموسم بتاع الثوم ده احنا ممكن نعمل شويه مجففين، مش لازم يبقوا كتير، يعني ناخد شويه كده نفصصهم ونجففهم احنا في البيت نعملهم بايدينا. وان شاء الله يوم نعمل حلقه خاصه ثوم بودر وبصل وبابريكا وحاجات جميله، ونعمل الصلصه، معجون الصلصه، بس هيحتاج شويه شمس حلوين، فرصه نستغل الصيف في موضوع الشمس ده. واللي عايز يعمل بسطرمه كمان، انا جالي طلب خاص على الانبوكس، حاضر. انا عملتها قبل كده لو انتوا حابين ترجعوا للحلقات، لكن هعملها معاكم طبعا اكيد مره ثانيه عشان اصدقائنا ينضموا لينا من خلال مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا من خلال شاشه قناه الاهلي. طيب هنبدا في التشيكن ستريبس. انا هقول لحضراتكم الوصفه معانا وتنزل المقادير دلوقتي ونبدا نتكلم عنها. طبعا هنا بستخدم الصدور، صدور الدجاج. تسلم لي. عندي بالظبط كده صدور دجاج متقطعه شرايح، عندي توم باودر وبصل باودر وبابريكا، بهارات فراخ، وعندي ملح وفلفل، وعندي زيت. طيب طبقه التغطيه هدي لحضراتكم كذا بديل زي ما تحبوا. عندي انا بيضه واحده، كوبايه من اللبن، عندي بقسماط او بديل البقسماط دقيق زي ما بيتعمل في المطاعم كلها بتعملها بالدقيق، او دقيق وشوفان، او دقيق ورقائق الذره اللي بيحبوها الاطفال، بتتفرم في الكبه او نطحنها ونستخدمها. اللي حضراتكم حابينه ممكن قوي تعملوه في الطبقه اللي هي الكوتنج بتاع او طبقه التغليف بتاعه الفراخ. انا حبيت اعمل الطريقه البسيطه، ولو حضراتكم حابين تنوعوا فيها ترجع لحضراتكم حسب الامكانيات الموجوده. طيب وصفه المكرونه دي تنفع فيها عندي لو عندي شويه خضار وعايز اعمل طبق مكرونه بالخضار واعمل جنبه شويه كفته، اطلع مثلا الفراخ زي ما احنا اتفقنا اللي باقي عندي واشتغل بيها وصفات سريعه، ادخلها فيه برده كفته فراخ واروح عاملاها حتى لو كانت مستويه. في حاجات كتير قوي اقدر اشغلها في البيت بسيطه ببساطه، وتبقى يعني ايه طلعت من الوصفه دي وصفه ثانيه عمليه اكتر. طيب هاخد كده بوله، واولا هكسر البيضه هنا، اسمحوا لي اجرب البيضه باذن الله تطلع ان شاء الله كويسه عشان انا بخاف من البيض في الصيف قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، كده البيضه تمام. بصوا السوائل حواليها كويسه جدا، اذا هي طازه. طبعا بيبقى مكتوب على البيض، ولو بنشتري يعني مش كرتونه نبقى برضو مراعيين ان هو يكون فريش. امسكوا البيضه تلاقوها تقيله وتبقى مليانه بالصوص، يعني البيضه طول ما هي تقيله تمام، لو خفيفه اعرفوا ان الخليط اللي جوه ده جاف وما بقاش مظبوط. طيب هنبدا بقى اول حاجه، انا هاخد كده الاول هنا هحط البيضه، وطبعا هحط معاها رشه ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد اللبن شويه، انا مش عامله كميه كبيره يعني، وخليني اخد كده شوكه نظيفه. بسم الله، هنقلب الخليط ده الاول زي فكره البانيه. ما احنا البانيه برضو ممكن نعمل ده، بس انا البانيه ممكن ما احتاجش اللبن، بس في ناس بتحب تحط له لبن. انا بحط للبيض ده لما بعمل التشيكن بانيه او الفراخ البانيه بحط لها شويه ميه، بحل الماده اللزجه بتاعه البيض بشويه ميه صغيرين واروح مقلباه، او بشويه لبن زي ما حضراتكم تحبوا المتوفر عندكم. كده احنا جهزنا البيض واللبن، ومعانا محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. انت شيخ عظيمه، اهلا وسهلا. زي الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. تسلم. ازي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت بالف صحه وسعاده يا رب. ولد عايز اعرف طاجن الزن يا فندم. طاجن اللازانيا من عيني انزله لحضرتك واقول لك طريقته من عناية الاثنين استاذ محمد. حاضر. وممكن افندم تصرحين على اختي بس؟ ممكن ايه؟ بقى ايه يا ولاد؟ تصرحين على اختي عشان هي زعلانه مني. زعلتها ليه؟ حاضر. هي اسمها ايه؟ قول لي. اسمها ايه؟ سمعتوا يا ولاد الاسم؟ زينب. 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 حاضر. حاضر يا محمد. من عينيا. شكرا ليك يا محمد. بصوا بقى انا حطيت كل
التوابل هنا زي ما هعمل بالظبط او ما عملت مع البطاطس الويدجز. حطيتها كلها الاول على الجاف وهحط معاها شويه من الملح وواحده من الفلفل. وبعدين بصوا بقى هقلب بس تقليبه حلوه كده، وهاخد الفراخ دي هنا اغلفها كويس حالا. وناخد حاجه سعاد. سلام عليكم حاجه سعاد. حبيبتي عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اه يا حبيبتي ازيك عامله ايه؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير يا فندم. حضرتك الحمد لله تسلمي لي يا رب. ربنا يبارك لك. انا عايزه انا بكلمك عشان اشكرك على كفته العشاء. يا حبيبي الله اكبر عليك. يا رب يخليك يا فندم. تسلم ايد حضرتك. جميله تسلم ايدك بجد، انا عملتها واول مره اعملها جميله قوي. الحمد لله تسلم ايد حضرتك والله. ربنا يبارك لك يا بنتي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويديك الصحه. و قولي الكابتن الخطيب احنا كلنا معاك ويمكرونا والله خير المكرين والحمد لله يا بنتي. حبيبتي تسلمي يا حاجه سعاد. ربنا يبارك. الله يخليكي وتسلم ذوق حضرتك، وشكرا على مكالمه حضرتك الغاليه والله، مكالمات حضراتكم عزيزه عليا. محمد هنزل لك اللازانيا، وعايزه اقول لزينب يا زينب انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي حطيها حلقه في ودنك. مفيش زعل بين الاخوات، مفيش حاجه اسمها انا زعلان من اخويا او اخويا زعلان مني. اللي احنا فيه دلوقتي ده مش صح. اولا ما ينفعش تتخاصموا اصلا، يعني لازم تبقى كل واحد فيكم يتصفى للتاني، واللي زعلان من حد من الاخر لازم يقول له انا زعلان ولازم يراضيه. واسمح لي اقول لك يا محمد انت الراجل، راجل دايما بيحتوي، يعني انت الاخ انت السند، فانت لازم تحتويها، ولو هي زعلانه من حاجه تراعي زعلها فيها. زي ما بيقولوا ايه، احنا حاجات بسيطه كده بس الفروق في الفكر بين الراجل والست مختلفه. فاكيد اللي انت شايفه صح، هي ممكن تكون عايزه تعبر عنه بطريقه تانية. ايا كان انا معرفش ايه الزعل، لكن مش المفروض تسيبها زعلانه. وانت يا زينب لما يجي يصالحك اعرفي ان ما ينفعش اصلا تزعلي منه، هو ده سندك وسنشد عضدك باخيك، ما قالش حاجه تانية، ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يذكرها بحاجه تانية باي حد تاني. فنحط ده قدام عينينا وننسى بقى الحاجات اللي بتحصل وحشه دي في الدنيا الواحد بيصادفها، لانه ما ينفعش، ما ينفعش خالص. اتمنى يا رب انه بعد المكالمه بتاعت محمد دي ان انتوا تتصفوا وما يبقاش في حاجه بينكم ابدا تزعلك، واسمع صوتك المره الجايه. بصوا بقى المكروني انا هشيلها وهي كده. ليه بقى انا هشيلها وهي كده؟ هي استوت عشان تفضل فيها شويه صوص تحتفظ بيه، ان هي كل ما بتقعد بتتشربه. فاسمحوا لي الاول اقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد الملقاط. محمد انا عايزه اهو لقيته خلاص، تسلم ايدك. بسم الله هاخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نعمل كده. بسم الله. لا مكرونه دي من الحاجات السريعه، بس والله لو حضراتكم جربتوا طعمها، هي اي نعم ما فيهاش لحمه وفراخ، بس عايزه اقول لكم قد ايه طعمها جميل. بسم الله هعمل كده، واسمحوا لي هاخد حبه كمان هنا من اللي فيهم الصوص دول. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده شايفين لونها، شايفين الصوص بتاعها جميل ازاي، لانه يعني اتشربت كويس، استوت في يعني في المنكهات دي وفي الصوص بتاعها. نقدمها بقى هناك كده، وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حطها هنا ونبدا بقى نكمل. احنا عملنا ايه في التشيكن ستريبس بتاعتنا؟ حطيت كل التوابل اللي قلت لحضراتكم عليها وغلفتها كده عشان يبقى الفراخ. الله تسلم ايديكم والله، تسلم ايديكم بجد. هرفع بس هنا المكروني، واسمحوا لي بعد ما عملت كده البقسماط اولا انا بحطه في التلاجة، ما بحطوش بره. اولا السقعيه بتاعت البقسماط لو انتم مستعجلين تلاقوا كده الخليط مسك معاكم، لو بتعملوا بانيه بتعملوا حاجه هتبقى رائعه. طيب هاخد مع البقسماط ده انا شويه دقيق، هطعمها بشويه دقيق، ومع شويه الدقيق بحط مع البريدنج ده مطعمات، يعني البهارات بتاعه الفراخ وشويه زعتر ورشه بسيطه من الفلفل ورشه بسيطه من الملح، واقلب الخليط الحلو ده. طب لو انا عايزاها صحيه هعملها بدقيق الشوفان وهدخلها الفرن، هرشها بالزيت ومش هحمرها،
وهدخلها الفرن وتطلع ان شاء الله رائعه جدا. ده عشان شوفوا انا نكهت البقسماط ازاي، اللي عايز يضيف شويه توم باودر هنا ماشي، اللي عايز يضيف شويه بابريكا هنا ماشي، تقدروا تطعموا البقسماط بتاعكم، بيدي طعم وتيست رائع جدا للحاجه. حضراتكم هتتبسطوا منها جدا. والحقيقه هو لما بيبقى الخليط الخارجي ده ليه طعم بيبقى الحاجه سبحان الله يعني بتستطعموها قوي، غير ان انا بتبل الفراخ صح. هاجي بقى بصوا الفراخ بعد ما اتبلت اهي، هاخد كده الخليط اللي احنا عملناه بالبيض واللبن، هقلبه تقليبه، حطيت فيه رشه ملح وفلفل فقط، ممكن يبقى خليط بيض ولبن بس او يبقى خليط زي ما اتفقنا بيض وميه. طيب هنزل الفراخ كده هنا، شوفوا اتغلفت ازاي لونها ازاي مختلف اللي هي اتشربت التتبيله. وبعدين هنزل هنا من البقسماط مع الايه؟ مع الدقيق حبه صغيرين. خلاص بقسماط بحب اسقعه زي ما قلت لحضراتكم، واقدر اعمل منكه شويه بقسماط كده انكههم بشويه دقيق واشيلهم في الثلاجه في درج الثلاجه او في الفريزر ما يجراش حاجه، وقت ما عاوز اطلع على طول الايه؟ البقسماط احطه واستخدمه. وإذا تبقى مع حضراتكم شوية مثلا، أنا دلوقتي بعمل أهو مثلا ستريبس، هيتبقى معايا شوية بقسماط، هروح نخلاهم وهروح حطاهم في علبة أو في كيس وهحطهم وأكتب عليهم إن ده بقسماط بتاع فراخ، عشان لو أنا بعمل حاجة تانية باللحمة ما ينفعش أستخدم اللحمة مكان الفراخ. خلاص يبقى أنا عندي كده كيس أجي أطلعه تاني وأضيف عليه. آدي كده الإيه؟ التشيكن ستريبس. بسم الله خلينا نشوف كده عشان الزيت كان سخن أهو. أهو. وتعالوا نقول مقادير الكاليماري الاستاذه منال الغاليه علينا. احنا معانا كيلو كاليماري هتجيبيه بس ما يكونش متقطع، ما يكون زي ما هو زي القرطاس متنظف بس من جوه. هنحط معاهم 3 كوبايات رز مغسول ومتصفي، بصلتين كبار مفرومين، عندنا طماطم مضروبه في الخلاط حوالي 4 طماطمات، عندنا خضره بقى مشكله، عندك شبت، عندك بقدونس، عندك كزبره، عايزه تحطي كزبره وبقدونس بس براحتك مفرومين ناعم، عندنا معلقه كبيره من الصلصه، عندنا كمون، عندنا بابريكا، عندنا توم باودر او توم فريش لو عايزه، وملح وفلفل. كل دي حاجات جميله، خلطه رائعه تقدري تعملي بيها الايه؟ الوصفه بتاعتك او الطبق اللي انت حباه يا استاذه منال. بصوا بقى طبعا انواع البقسماط برضو هنا خليني اقول لحضراتكم بتختلف، في بقسماط بيبقى لونه غامق شويه يعني العيش نفسه بيبقى اتحمص زياده، وفي بقسماط بيبقى فاتح. خلاص انا هاخد بقى بصوا عشان تبقى جوسي، يعني السخونيه دي انا طلعتها اهو خدت اللون وتمام، وبعدين هسيبها بقى في السخونيه اللي باقيه دي عقبال ما بتبرد بتكون استوت لو فيها حاجه كده ولا كده، وطول ما هي ما بتطلعش صوت السوائل اذا هي خلاص استوت، لو طلعت سوائل يبقى هي لسه محتاجه تاني. انا هعمل كده كام واحده مع حضراتكم اهو وهزودها على الطبق بتاعي، واسمحوا لنا هنطلع استراحه ونرجع نعمل وصفه جميله للكبار والصغيرين ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم، ونقدر كمان نحتفظ بيها في الفريزر من الكيكات السريعه لكن الراقيه وبرده مشهوره جدا في المطاعم والمحلات اللي بنقعد فيها. نطلع لاستراحه ونرجع نستكمل مع حضراتكم.